رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها السادة الضيوف الكرام، أيها الإخوة الأحبة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في هذا اليوم المفتوح الذي ينظمه مصرف الزيتونة بمناسبة شهر الإجارة. هذا اليوم يندرج حقيقة ضمن توجه مصرف الزيتونة للتواصل المستمر مع حرفائه بشكل خاص ومع كل المهتمين بالمالية والصيرفة الإسلامية. هذا اليوم يندرج أيضا ضمن الدور الريادي الذي يقوم به مصرف الزيتونة لتطوير المالية والمصرفية الإسلامية. مصرف الزيتونة كما يحرص أن يكون قريب من حرفائه وأن يقدم لحرفائه الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الإسلامية، يحرص أكثر وأكثر أن ينظم مثل هذه اللقاءات في إطار دوره الريادي، في إطار أن يكون قاطرة المالية الإسلامية في بلادنا، وأن يبني مع حرفائنا فهم مشترك حول الأسس والمبادئ التي تنظم الصيرفة الإسلامية وكيفية التعامل معها. هذا اللقاء هو بالحقيقة ليس الأول في إطار هذا الدور الريادي في تفعيل المالية الإسلامية في بلادنا. تعرفوا أن مصرف الزيتونة قام بعدة مناسبات في هذا المجال. تذكرون جميعا أيام مصرف الزيتونة للمالية الإسلامية اللي يقع في هذا المكان، واللي هو مناسبة سنوية ننظمها في ذكرى تأسيس مصرف الزيتونة. أيضا مصرف الزيتونة يحرص في كل مرة يفتح فرع من فروعه، اللي بحمد الله اليوم فاتت 50 فرع، نحرص في كل مرة نفتح فرع من فروع مصرف الزيتونة أن ننظم ندوة فكرية نعرض فيها آليات ومبادئ ومنتجات المالية الإسلامية. أيضا نحرص في مصرف الزيتونة على تفعيل الإطار التشريعي من خلال مشاركتنا المهمة في مجال اللجنة الوطنية للمالية الإسلامية، اللي قامت بإعداد عدد من مشاريع القوانين واللي تم إصدار منها قانون السكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية، وإن شاء الله سيتم إصدار باقي هذه القوانين. حرصنا أيضا أن نشارك في ندوات متخصصة لقطاعات مهنية وفئات مهنية معينة، مثل السلك القضائي، مثل السلك الجامعي الأكاديمي، مثل قطاعات متنوعة. واليوم حاولنا أن ندخل في إطار يعني جديد لتنظيم مناسبة تتمحور حول المنتجات التي تقدمها مصرف الزيتونة، وبدينا بمنتج الإيجار المنتهية بالتمليك. عقد الإيجار المنتهية بالتمليك، كل البنوك الإسلامية في تاريخها المنظمة بدأت بالمرابحة، ثم تطورت بعد ذلك إلى عقد الإيجار، ثم بعد ذلك عقود الاستصناع والسلم والمشاركة المتناقصة. نحن اليوم نهيئ للمشاركة المتناقصة وعقد الاستصناع، ولكن المنتج الكبير الذي نهدف إليه خلال السنتين القادمتين، يعني هناك منتج الإيجار. المرابحة بدأنا فيها 100% في حجم توظيفاتنا. اليوم بدينا ندخل تدريجيا إلى الإيجار، والحمد لله وجدنا قبول جدا، وهذه انطلاقة في هذا اليوم اللي نسعى فيها إن شاء الله أن يكون حجم الإيجار يناهز 35% من حجم التوظيفات التي نقوم بها مقارنة بالمرابحة. عقد الإيجار المنتهية بالتمليك أيها الإخوة الأعزاء هو عقد من العقود اللي طورته المالية الإسلامية مبكرا منذ الثمانينات. منذ عقد الثمانينات تم تطوير منتج الإيجار فورا بعد المرابحة. هذه عقد الثمانينات هو العقد الذي ظهر فيه عقد الليزينج في دولنا العربية. يعني تزامن ظهور الإيجار التمليكية والمنتهية بالتمليك في الثمانينات من قبل الصناعة المالية الإسلامية بظهور الليزينج في بلادنا العربية. ومعروف أن الليزينج هو ظهر أصلاً في العالم كله في الخمسينات، يعني هذا منتج جديد بدأ في أمريكا ثم انتقل إلى فرنسا ثم إلى باقي الدول الأوروبية. والدول العربية تبعت ذلك، وتونس كانت سباقة في الليزينج، صدر يعني تنظيم للإيجار المالي في تونس أيضاً في 1984.
كذلك بعد ذلك يعني وصلت الدول العربية لاقتحال مجال تنظيم الإيجار المالي. نرى أنه في مصر مثلا صدر تنظيم الإيجار المالي في 95، في المغرب وفي الجزائر سنة 96، في الأردن سنة 2002، وهكذا. إذن النقطة الأولى التي أردت أن أشير إليها أن نظام الإيجار المنتهي بالتمليك وهو أحد منتجات المالية الإسلامية ظهر منذ الثمانينات مبكرا بالتزامن بل قبل الليزينج ظهوره في تطبيقات الدول العربية. اللي نلاحظه أن الليزينج اللي هو بدأ في الخمسينات في العالم الغربي ثم انتقل إلينا، الدول العربية أخذت تنظيماتها للليزينج من القوانين الغربية بشكل عام والقانون الفرنسي بشكل خاص، ولكن لم تجتهد هذه القوانين في إيجاد في اجتهاد، لم تجتهد في تطوير هذه الآلية، لم تجتهد في الاستفادة من يعني مراجعة بعض الثغرات التطبيقية في منتج الليزينج، وإنما وضعته للجمهور كما هو في التطبيق الغربي. ما يميز الإيجار المنتهي بالتمليك أنها شعرت بالحالة لهذا المنتج وقامت بتطويره وفق المبادئ والأحكام التي تنظم العمل المصرفي الإسلامي ولتستند إلى الفقه الإسلامي. إذن الإيجار المنتهي بالتمليك مثلها مثل كل العقود الكثيرة التي قدمتها المصارف الإسلامية هي تندرج ويتم تطويرها في إطار يعني الأحكام والمبادئ الشرعية بعد وضعها في ميزان الشريعة الإسلامية حتى ننظر ما يصح فيها وما لا يصح. العقود والمنتجات المصرفية الإسلامية تقوم على ضوابط وأحكام جاء بها الفقه الإسلامي، والفقه الإسلامي الهدف الرئيسي فيه شنو؟ هو أن يحقق مبدأ التوازن والعدالة بين المتعاقدين. وسنرى كيف أن الإيجار المنتهي بالتمليك هي أحد العقود التي يتحقق فيها مبدأ العدالة والتوازن في العلاقة بين المتعاقدين على خلاف كثير من العقود الأخرى. طيب الحقيقة يعني بالنسبة لهذه الضوابط يمكن أن نقول بأن كل المنتجات المصرفية بما فيها الإيجار المنتهي بالتمليك تخضع إلى 3 خصائص أساسية. يعني اليوم الإيجار المنتهي بالتمليك وكل العقود الشريعة الإسلامية الفقه الإسلامي يسمح للمتعاملين بتطوير ما يرونه مناسبا من عقود ومن معاملات بشرط أن لا تخالف المبادئ الأساسية وهي لا تخرج عن 3. شنو هي الضوابط 3 التي يجب احترامها حتى يكون العقد عقد صحيح من المنظور الشرعي؟ وما هي هذه العناصر 3 الأساسية وكيف نطبقها في عقد الإيجار حتى نقول عقد الإيجار هذا مشروعا أو غير مشروع؟ العناصر 3 باختصار شديد لأني لا أريد أن أطيل في هذه الكلمة التربيبية الأولى، ستكون هناك ورقات عديدة من الخيان يفصلون فيها ذلك، ولكن أردت أن أساهم بهذه العناصر الأساسية. هذا العنصر الأول هو أن تكون كل العقود الإسلامية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتبادل السلعي بالاقتصاد الحقيقي. العنصر الثاني أن ترتبط هذه العقود بقاعدة الغنم بالغرم. والعنصر الثالث أن تستبعد هذه العقود الزيادة المشروطة التي لا يقابلها لا جهد ولا عمل فهي من قبيل الربا. هذه العناصر 3 إذا أردنا أن ننزلها على عقد الإيجار ونرى هل هي تحترم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك أو عقد الليزينج، هل يحترم مثل هذه الشروط أم لا، سنصل إلى نتيجة واضحة المعالم. عقد الإيجار وعقد الليزينج في الحقيقة يشتركان كلاهما في وجود أصل محل التعاقد، ولكن شوفوا هوني الفرق في الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي يمنع أي خلط وأي جمع بين عقود معينة، مثلا عقد البيع وعقد الإيجار لا يجوز أن يجتمعان في الفقه الإسلامي. مش ممكن أنت تبيع سلعة وفي نفس الوقت تأجرها، فأنت أجرت ما لا تملك، إذا كان بعت انتهى الأمر، لا يوجد أي مبرر لوجود الإيجار. وبالتالي هذا الخلط في القوانين التي نظمت الليزين بربط عقد الإيجار مع عقد البيع والتكليفات المختلطة هذا خلل أساسي في التركيبة الفقهية يجعلنا نحتاج إلى تصحيحه. وبالتالي إذا تم هذا الخلط
يجعل العقد بدلا من ان يكون عقد ايجار حقيقي مرتبط بالتبادل السلعي يصبح مجرد يعني عقد قرض تقليدي يعني والسلعه فيه الا سوريه. ولذلك الفتاوى الشرعيه والمعايير الشرعيه والتطبيقات المصرفيه والهيئات الشرعيه كلها تنص على ان عقد الايجار المنتهي بالتمليك يجب ان لا يقع فيه هذا الخلط وهذا الدمج بين البيع والايجار، وانما عقد الايجار المنتهي بالتمليك عقد ايجار ينطبق عليه احكام الايجار في كامل مده الايجار، فهو عقد ايجار، وكل احكام الايجار الموجوده في الفقه الاسلامي تنطبق على عقد الايجار المنتهي بالتمليك. العلاقه بين البنك وبين الحريف هي اذن علاقه ايجار، الى ان يتم في نهايه المده بعد سداد جميع الاقساط ان يتحول هذا الاصل الى ملكيه الحريف. سنرى باي اليه واي تطبيقات. هذا العنصر الاول. الخاصيه الثانيه لعقد الاجاره هي خاصيه الغنم بالغنم. كل المعاملات في الاسلام وكل التطبيقات والعقود المصرفيه لا بد ان تحترم قاعده جوهريه في الفقه الاسلامي وهو قاعده الغنم بالغنم. ما هي قاعده الغنم بالغنم؟ يعني الانسان حتى يغنم، حتى يحقق كسب، حتى يحقق عائد، حتى يحقق ربح مشروع، لابد ان يتحمل الغرم، المسؤوليه، الضمان. فاذا لم يتحمل اي مسؤوليه وحقق كسبا فذلك غرم بلا غرم والشريعه تمنعه. ولذلك لابد من هذه القاعده موجوده في كل السياق وكل العقود. كيفاش هي موجوده في عقود الاجاره المنتهيه بالتمليك؟ الغرم في عقد الاجاره المنتهيه بالتمليك شنو هو؟ هو الاقساط الايجاريه التي يتم يعني التعاقد عليها مع الحريف مقابل الاصل الذي نسلمه اياه للانتفاع به، فالغرم هو تلك الاقساط الايجاريه التي يحصل عليها البنك. وشنو هو الغرم؟ لابد من تحمل الغرم حتى يكون هذا الغرم او هذا الكسب او هذه الاجره مشروعه. الغرم هو ان يتحمل المالك المؤجر وهو البنك هنا ان يتحمل مخاطر هلاك الاصل. وهذه نقطة جوهرية تفترق فيها الإيجار المنتهي بالتمليك عن الإيجار عن الإيجار المالي أو الليزين. العقد عقد الإيجار إذا هلك الأصل المؤجر في الشريعة الإسلامية لا يجوز أبدا أن نطالب المستأجر بأن يسدد الأقساط، لأن الأقساط التي يسددها بعد هلاك الأصل هي غنم، هي كسب يأخذ البنك ولكن دون ان يتحمل، لا توجد منفعه ينتفع بها المستاجر فهي غنم بلا غرم. ولذلك اذا هلك الاصل، وهذا ما نجده في كثير من عقود الليزين اللي هي تشترط وتفرض على المستاجر ان يدفع الاقساط حتى ولو هلك الاصل، هذا شرط الشريعه الاسلاميه تدخل لتحقق التوازن والعداله في المعاملات وتمنع على المالك الاصلي المالك يعني المؤجر ان يحصل على اقساط ايجاريه في حاله هلاك الاصل. ايضا من طبيعه تحمل المسؤوليه وقاعده الغنم بالغرم ان يتحمل المالك المؤجر جميع مصاريف الصيانه الاساسيه وان يتحمل ايضا التامين على هذا الاصل الذي يؤجره، ولا مانع من اعتبار تكلفه ذلك ضمن يعني الاقساط الايجاريه. القوانين الغربيه وما اتبعها ايضا والتطبيقات التقليديه في الليزين اكدت على هذا الموقف وتجعل الايجار المالي، بل انه المعايير الدوليه تعرف الايجار المالي كيف؟ تعريف الايجار المالي في المعايير المحاسبيه الدوليه تقول بانه ذلك العقد الذي يؤدي الى تحويل معظم مخاطر الاصل على المستاجر. تعريف الايجار المالي في الفكر المحاسبي التقليدي هو ذلك العقد الذي يؤدي الى ماذا؟ الى تحويل معظم مخاطر الاصل على المستاجر، فكلما انتقلت المخاطر الى المستاجر وحصل تلك الاقساط فذلك يجوز، وذلك نسميه الايجار المالي. وهنا يفرقون بين الايجار العادي والايجار المالي. المالي الايجار العادي هو الذي يتحمل فيه المؤجر المخاطر هلاك، والايجار المالي هو الذي تنتقل فيه مخاطر هلاك الى المستاجر، وهذا في الفكر الاقتصادي الاسلامي ممنوع. العقود والمنتجات المصرفيه لابد ان تستبعد اي زياده ربويه لا يقابلها لا جهد ولا عمل، وهو من قبيل الافراء بدون سبب. هوني الزياده المشروطه في حاله التاخير عن السداد، غرامات التاخير المفروضه في
العقود التقليدية في حالة أيضا تأخير عن السداد، فرض أيضا أقساط الإيجار حتى مع هلاك الأسر، كلها زيادات غير مشروعة لا تقرها الشريعة الإسلامية. لا أريد أن أطيل، ولكن كل هذا إن شاء الله سيعرضه إخوتي إخواني السامعين لله تعالى إلى مداخلات تفصيلية للمنتجات الإيجار المتنوعة التي يقدمها مصرف الزيتونة. سنستمع أيضا إلى تأصيل للجوانب الشرعية لهذا المنتج، وسنحاول من خلال هذا اللقاء نحن على أتم الاستعداد لنثر هذا اللقاء بما مشاركتكم في الحوار الذي سيلي هذه المداخلات، لأن هذه الإشكاليات التي قد تدور في أذهاننا، هذا التواصل لتجلية بعض المفاهيم هو السبب الرئيسي والهدف الرئيسي من هذا اللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن نخرج من هذا اللقاء بتجلية الكثير من الجوانب التي قد تكون غامضة أو التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح، لأن منتج الإيجار منتج مهم جدا في المعاملات المالية الإسلامية، وكما قلت نحن نسعى إلى تطويره بشكل أساسي في منظومة المنتجات التي يقدمها مصرف الزيتونة. وأشكر لكم مرة ثانية حضوركم ومشاركتكم لنا في هذا اليوم التعريفي بالإيجار، وأسأل الله أن تكون يعني هذه الجلسة في مناقشاتكم مثمرة، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.